السلام عليكم. مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني دوري أبطال إفريقيا. أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد ليستمر معكم البث بدون تقطيع. يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا اليوم السبت في مباراة هامة تحدد مستقبل المارد الأحمر في النسخة الحالية من البطولة. وتأهل الأهلي لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في دور 32 على اتحاد المانشستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس وثلاثية نظيفة مباراة العودة بالقاهرة ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات. وتأجلت مباراة الأهلي مع القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بينما خسر الأهلي مباراته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد. وأخيرا تعادل الأهلي مع نظيره سان داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا بدون أهداف. وموعد المباراة، يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني في 6 مساء اليوم على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا. أتمنى التوفيق والفوز للنادي الأهلي المصري. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير للفيديو. والسلام عليكم.